هل فعلا اطلقت النيران الحيه على المسجد العمر الكبير؟ كل يوم هذا بيحمل سلاح جايين يستفزوا العرب. قلت لهم انتوا عرب موتوا، تم بعفيت اتم عربي مش تموتوا، وسكرت التليفون بوجهه. يا شهيد ارتاح انت واحنا بنقاس الكيف. هل يمكن القول إن الشهيد موسى وقع ضحية لإرهاب المستوطنين المتطرفين اليهود في مدينة اللد؟ الشهيد وقع ضحية للإرهاب اليميني المتطرف. ارتاح ارتاح يا شهيد ارتاح ارتاح واحنا بنقاس الكيف. موسى صلى المغرب والعشاء صلىهم بالجامع الكبير، وهو مروح أجوا المستوطنين هذولا حوالي 4 ونزلوا تختخ عن أبو جم. موسى ابني عشانه طويل وعريض جابوا له الفشكه بنص قلبه. اجوا جماعه بقى وقفوا واقفين والقاتل بقى موجود. اجوا قالوا له للبوليس نفسه، قالوا له هذا اللي فخ موسى، هذا هو اللي فخه. البوليس هيضطر فيهم والقاتل بلفلف ما حكاش معاه ولا شيء. المستوطنين طخوا 2 رصاص حي. المستوطنين طخوا 2 رصاص حي في اللد. هجم علينا فوق 150 مستوطن. احنا كان لنا الحل الوحيد انه ندافع عن نفسنا، وقلنا افضل اشي نتصل للشرطه. دصلنا للشرطه، قلت مرت ابني ساكنه، قلت عمي اتصل بالشرطه على طول. تتصل بالشرطه بترد عليها واحده من الشرطيات النقاط موجوده، تقول له اتنقلوا علينا، هجم علينا المتنخلين. تقول لهم انتوا عرب موتوا، تم بعفيت اتم عربي مش تموتوا، وسكرت التليفون بوجهه. وتركوكم لمصير؟ تركونا لمصيرنا. فوق الساعه ونص هنا بس بنقل حجار واطلاق نار ومسبات وكلالوت وكل شيء رموا علينا، حرقوا 4-5-6 سيارات. أتعوس ترور كان كين أتعوس ترور كان. هذا بيحمل سلاح جايين يستفزوا العرب. كل الأحداث اللي صارت في الأسبوع هذا الماضي اللي كان يشارك فيها من طرف اليهود هم المجموعات أو ميليشيات إرهابية يهودية اللي تربت في دفئات الكراهية والإرهاب الموجودات في المستوطنات. חברי התארגנות של אנשים מיהודה ושומרון הם 16 מקוצרים. מי שרוצה לבוא, לשמור על המדינה מוזמן. היום שומרים להם את כל העצמות. هاي الميليشيات معبأة بالكره، معبأة بكره الآخر، معبأة بالإرهاب، معبأة بالنوايا للقتل وبالانتقام، حب الانتقام من العرب. هاي التنظيمات هي تنظيمات مدربة، هاي التنظيمات مسلحة، هاي التنظيمات تملك عقيدة عسكرية خطيرة، تملك عقيدة عسكرية إرهابية. أهدافها هي تحويل
الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى إسرائيل لدولة يهودية صرفة. هم الآن عندهم عقيدة، وهي العقيدة تم نشرها في كتاب اسمه عقيدة الملك، يجيزوا فيه من الناحية الدينية، يعني في فتوى دينية يهودية تجيز فيه قتل العربي، تجيز فيه قتل الأطفال، قتل الرضع العرب، بذريعة أنه ممكن هذولا لما يكبروا يشكلوا خطر أمني على إسرائيل. حتى جاء المستوطنون اليهود وتسللوا فيما بيننا وحرقوا بيوتنا ودخلوا إلى مساجدنا وكنائسنا وشكلوا خطر وتهديد على حياتنا الشخصية والعامة بشكل عام في مدينة اللد. هذا كل هذا الكلام الذي أقوله لم يكن حتى إن جاء وصار عندنا رئيس بلدية جدا جدا عنصري اسمه يائير ريفيفو قبل عدة سنوات، ومن وقتها صار في عندهم أملاك وصار في عندهم بيوت وصار في عندهم ما يسمى في النواة التوراتية، أصبحوا يشكلون الخطر على حياتنا وعلى حياة أطفالنا وعلى حياة مستقبلنا في مدينة اللد بشكل خاص وفي باقي مدن فلسطين بشكل عام. כדי לריב עם הערבים, שאנחנו נראה להם שהם לא יכולים לשלוח לנו לפה טילים. אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו נתנו אותם. ואז יוצאים ומנפצים חנויות ועושים חנויות. אם צריך גם להרוג אותם, ואם צריך גם לרצוח אותם. المستوطنين يؤتى بهم من عدة أماكن، من بينها في غلاف قطاع غزة والضفة الغربية. هؤلاء المستوطنين يقبلون الرواتب الشهرية من قبل المؤسسات من قبل مؤسساتهم على مدار شهري، ولا يدفعون أي شيء على بيوتهم أو على أملاكهم. احنا بنحرس هنا المسجد من فوق عند الكبة، نحرس المسجد من المستوطنين اللي بيجوا بحماية الشرطة عشان يتهجموا على الجامع. كل اشي بيعملوه بحماية الشرطة، حرقوا سيارات، دخلوا على الدير، ضربوا زلام نسوان. هم بالإعلام الإسرائيلي بيحاولوا يورجوه للعالم كله ان احنا هنا المخربين. احنا مش مخربين، احنا بنحمي المسجد، بنحافظ على مسجدنا عشان ما ينحرق. احنا هنا مغطين وجوهنا عشان الدولة ما تعتقلنا، لانه بالنسبة للدولة بالنسبة للمستوطنين احنا هنا مخربين، ولكن احنا مش مخربين. احنا ما نشش، احنا معنا الله، يعني احنا المهم مسجدنا، المهم ما يطبوين. احنا اصلا وجودنا هون مخوفهم. طول الغاد بتجمعوا غاد، بدو يتجمعوا غاد بحماية الشرطة. هذا المكان تبعهم منين؟ مدرسة كبيرة. هذا المكان تبعهم بناموا وبيشربوا أكل، كل شيء فيها الدولة بتجيب لهم كل شيء. إحنا هنا واقفين بنموت كلنا ما بنخلي الجامع، شرفنا على الجامع. بنضلنا واقفين، لما يشوفونا وقفنا المستوطنين بيرجعوا ورا، إحنا مش معنا ولا شيء، بس وقفتنا بتخوفهم، بترجعوا كلنا إحنا بسلاح. وقفتنا اللي تحت أو اللي فوق بتخوفهم، بترجع ورا بخلوا الجيش يتقدم ويجي بيضرب فينا. هل فعلا اطلقت النيران الحيه على المسجد العمر الكبير؟ كل يوم، كل انا هنا ما كنتش اروح الظهر، كنت اروح الصبح بعد الفجر الظهر ساعتين ارجع. كل يوم كل يوم على صلاه المغرب بالضبط نصلي اول ركعه بيضربوا علينا طخ طخ، المستوطنين والجيش طخ طخ حي. احنا لا بنسوي شيء، لا بنعتدي عليهم، لا بنحرق لهم، لا بنكسر سيارات، لا بنعتدي على دول، لا بنعتدي على نسوان. وبالاخر هم بيعتدوا علينا والبوليس معهم والشرطة معهم والجيش معهم وبيعتدوا علينا، وفي الآخر بيجوا بيعتقلونا. احنا ليش دفعنا عن حالنا؟ احنا صامدين، مش راح نطلع من اللد، واللد عربية وكل حياتها بدول عربية.